شكرا للزميلة عليا الهاملي على هذا التقرير المميز، واللي من خلاله أكيد سلطت الضوء عليا على الخدمات اللي تقدمها بلدية مدينة الشارقة على المنشآت الغذائية في ظل الظروف التي نعيشها ويعيشها العالم أجمع. مشاهدين مستمرين متواصلين معكم في فقرات صباح الشارقة، ويعاني الكثير من الأشخاص من الحساسية الصدرية، ما يؤثر أكيد سلبا في الجهاز التنفسي والرئتين، وتحدث الإصابة نتيجة لأسباب متنوعة. كيف يمكن مشاهدينا أن نتعامل مع حساسية الصدر، وما هي طرق العلاج؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال ضيفنا في استوديو صباح الشارقة الدكتور عادل السعيد سجواني، اختصاصي طب الأسرة. يا هلا ويا مرحبا بك دكتور. يا هلا ومرحبا وصباح الخير والسعادة من إمارة الشارقة الباسمة. الله يسلمك، حياك الله. حياكم الله. دكتور، ما هو مفهوم حساسية الصدر؟ طبعا حساسية الصدر من الأمراض الشائعة جدا، بل يعني حسب الإحصائيات أن 400 مليون شخص عالميا يصاب بحساسية الصدر. نعم. الحين شو مفهوم حساسية الصدر؟ الواقع هذا المفهوم يخلط بين العديد من الأمراض. بعض الناس يقول لك دكتور فيني حساسية الصدر. الشيء الشائع الأكثر أن المقصود بحساسية الصدر هو مرض الربو أو الربو الشعبي. بعض الناس، وهي رسالة للجميع أو لبعض الأطباء حتى، بعض الناس ما يبغى يستخدم مصطلح مرض الربو أو الربو الشعبي، فيقول أنا ما فيني ربو، أنا فيني حساسية صدر. في الواقع حساسية الصدر اللي تطول واللي تكون مزمنة هي مرض ربو، مرض ربو خفيف، مرض ربو غير دائم أو متقطع أو موسمي، بس هو مرض ربو، فلازم نكون واقعين وصريحين في هذا المصطلح. كل حساسية صدر هي مرض ربو، وليس كل مرض ربو هو حساسية صدر. بعض الناس يستخدمون حساسية الصدر لحساسية الجهاز التنفسي والأنف، واللي هي تصير الكحة والعطاس وغيرها، لكن هذا مفهوم قليل، أكثر مفهومه على مرض الربو. في الواقع حساسية الصدر تنشأ نتيجة أن جهازك التنفسي يتحسس من بعض المواد. نحن نعرف أن الجهاز التنفسي بشكل عام والجسم أصلا بشكل عام يفرز مادة اسمها الهستامين. مادة الهستامين هذه تقاوم الحساسيات، لكن في ناس يصير عندهم الإفراز هذا أعلى من اللزوم، ويصير عندهم التهابات في الشعب الهوائية، تكون التهابات بسيطة داخل الشعب الهوائية في جسم الإنسان وفي الرئتين، فيخلي الجهاز المناعي ردة فعل عالية نتيجة للمحسسات. فمثلا يوم يكون غبار في الجو، الانسان الطبيعي طبعا احنا الحين الجو يالسين، في اي جو احنا يالسين فيه يكون في شويه غبار، الانسان الطبيعي ما يحس فيه لان جهاز المناعة جهاز التنفسي ما يتحسس منه، لكن اللي عنده حساسيه في الصدر يتحسس حتى من كميه الغبار البسيطه هذه جدا. فنحن نقول الغبار، المحسسات، المؤثرات هذه تزيد حساسيه الصدر عند كثير من الناس. يعني نقدر نقول ان حساسيه الصدر هي نفسها مرض الربو، صحيح دكتور؟ هي نفسها مرض الربو، لان حساسية الصدر هي مرض الربو المزمن اللي يكون مرات خفيف أو متقطع أو موسمي. تمام. ذكر دكتور أن حساسية الصدر ربما تستمر فترة طويلة ويمكن أن تكون كذلك مزمنة، يعني نفهم من كلامك دكتور أن حساسية الصدر لها أنواع؟ نعم، حساسية الصدر لها أنواع. حساسية الصدر في الأغلب هي موسمية وتعتمد على المؤثرات. إذا صارت دائمة طول الوقت وما تصير مثل الربو الدائم اللي تحتاج نوعا ما مع علاج مكثف طول العمر. لكن حساسية الصدر في الأغلب هي موسمية، يعني باختصار يتغير شوي الجو، الإنسان يبدأ يكح أكثر. خلينا شوي نتكلم على أعراضها. الأعراض: الكحة، السعال، ضيق في النفس، صفير في الصدر، مرات يقول صدري يصفر حتى، ضيق في النفس، كحة، يمكن بعض الناس عندهم عطاسة وغيرها، زكام. هاي الأمور مرات تكون موسمية، يقول لك دكتور بس دخلنا فصل الشتاء تغير علي الجو، أو دكتور رحت مثلا فوق جبل معين أو شيء حسيت الكحة عندي زادت، أو سوينا مثلا شوي مثلا أجواء حلوة ما شاء الله، ناس تسير البر وتشوي، يقول لك زادت عليها الحساسية. هذا يسمونه ربو متقطع موسمي أو حساسية الصدر تعتمد على المؤثرات. يعني أنت عندك حساسية في الصدر لكنها خفيفة وفقط تزيد مع المؤثرات. فالمؤثرات هذه ممكن تكون دخان، تكون غبار، تغير في الأجواء من الحار البارد، بعض الالتهابات. يعني بعض الناس يوم يجي مثلا التهاب معين في الجهاز التنفسي، سواء كوفيد 19 او انفلونزا او زكام عادي، بعدها فتره يقول لك دكتور صار لي شهر شهرين انا كله اكح، صار عنده حساسيه نتيجه لالتهاب مر عليه سابقا. ف
وبالتالي حنتكلم عن الوقاية من هالمؤثرات، هي أهم طريق للعلاج. نعم، أعتقد جاوبت على السؤال اللي كان يخطر في بالي دكتور، الأسباب، شو هي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الحساسية الصدرية؟ هناك بعض الأمراض ممكن أن تكون سبب كذلك، صحيح؟ أنت ما ذكرت. نعم، طبعاً التاريخ العائلي وايد مهم، يعني إذا دائماً تشوفين الأب والأم عندهم حساسية في الصدر أو حساسية في التنفس، نعم، فشيء طبيعي إنه ممكن العيال ممكن يكون عندهم، مو بأكيد لكن عندهم قابلية الإصابة بحساسية صدر نتيجة للتاريخ العائلي والوراثي. الشيء الثاني، بعض الأمراض في الجهاز التنفسي ممكن تسبب حساسية صدر بشكل كبير جدا، خاصة عند الأطفال. ممكن الطفل ينولد ومثلا عنده مشكلة في الرئتين خاصة أول فترة الولادة، أو مثلا حتى الإنسان البالغ يكون عنده مشكلة معينة في الجهاز التنفسي، مرض رئوي أو غيره، وبالتالي معدل حساسيته تكون عالية. إذا عندك أمراض تحسسية ثانية مثل الإكزيما أو جفاف الجلد مثلا، ممكن يكون أكثر شخص معرض لحساسية الجهاز التنفسي. في واحد يقول لك دكتور أنا دائما عيني تحمر، عندي حساسية في العين، في ملتحمة العين مثلا، حساسية في الجلد، حساسية في أماكن ثانية في الجسم، فهو أكثر عرضة لحساسية الصدر. حتى اللي عنده حساسية في الأنف، اللي دائما عنده حمى القش مثلا أو حساسية في الأنف أو يعاطس وايد، نحن مثل ما نقول أيضا هو أكثر عرضة لحساسية الصدر. هاي الأمراض بشكل عام تعطي، نحن نقول عوامل خطر، تعطي قابلية أكثر للشخص لإصابته بحساسية الصدر، لكن مو بأكيد، بشكل عام هي لها عوامل خاصة تتعلق بشكل كبير بالبيئة. نحن نتكلم على الناس اللي تشتغل في المدينة، في عندك عوادم السيارات اللي تطلع دخان، المصانع، نتكلم على تغير الجو، الغبار، التلوث البيئي، هاي الأشياء كلها تزيد من المؤثرات اللي تسبب لنا حساسية في الصدر. نعم دكتور، ولكن إذا تكلمنا وسلطنا الضوء كذلك على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بحساسية الصدر، من هي؟ طبعا الفئات الاكثر عرضه بشكل عام الناس اللي بتتعرض للمؤثرات بشكل كبير. يعني واحد يقول لك انا اشتغل في مكان كله مثلا دخان، مثلا في ورشه سيارات، او مثلا في احد الاماكن للتصليح، لان فيها نوعا ما من الزيوت والدخان وهاي الامور، فهذا يتعرض بشكل كبير جدا. كذلك مثلا الناس اللي تشتغل في اماكن فيها مثلا قطن او فيها بعض الامور اللي ممكن تسبب غبار، هاي الامور مثلا في مصانع النسيج، مصانع القطن، ايضا يصابون بحساسيه صدر بشكل كبير. عندنا في مجتمعنا في الخليج وفي مجتمع دوله الامارات البخور والدخون، يا جماعه الخير احنا جايين على شهر رمضان المبارك، الدخون والبخور عاده شائعه وتزيد حتى في شهر رمضان. الدخون والبخور من أهم أسباب حساسية الصدر لدينا في منطقة الخليج، لأن هذا كله دخان يذهب إلى الجهاز التنفسي ويؤدي إلى زيادة حساسية الصدر بشكل كبير. وهناك عادة ما اعتبرها جيدة، وهو ان نحن شو نسوي، ناخذ الدخون او البخور نحطه تحت الكندورة او تحت العباية عند النساء، وهذا يخليك تتعرض للدخان بشكل مباشر جدا. فالدخون والبخور صحيح أسباب رئيسية لحساسية الصدر وزيادة شدتها. نعم دكتور، ذكرت نقاط جدا ضرورية ومهمة، ولكن نتكلم شوي عن التغذية. هل هناك علاقة ما بين بعض أنواع الأطعمة والحساسية الصدرية؟ نحن مثل ما قلنا قبل شوي أن الحساسية بشكل عام مرتبطة، يعني اللي عنده حساسية في الصدر ممكن عنده إكزيما وحساسية في الجلد، ونفس الشيء ممكن يكون عنده حساسية من الغذاء. نعم هناك بعض الناس ممكن يتحسسون من أغذية معينة فتزيد عندهم حساسية الصدر، مثل الفراولة، مثل الأمور اللي فيها حمضيات، البرتقال أو الليمون أو المكسرات، لكن يعتمد من شخص لآخر، هاي ليست قواعد عامة للجميع، لكن نقول للشخص أنت جرب، إذا سبب لك ضيق في النفس أو حساسية في الصدر لا تأخذ. بشكل عام التوت، الفراولة، هاي الأمور، وفي أطعمة ممكن تعدل من حساسية الصدر وتخلي جهازك التنفسي أكثر مرتاح، مثل العسل فيه شفاء للناس، حبة البركة كذلك جيدة، الزنجبيل، الليمون، وهي رسالة حتى لجميع المشاهدين، شراب الكحة لا يعتبر جيد في العلاج، لكن الدراسات أثبتت أن العسل مع الليمون هو دواء كحة ممتاز جدا وافضل من أدوية الكحة المصنعة. أدوية الكحة لماذا هي غير مناسبة، او يمكن العسل يكون افضل؟ أدوية الكحة هي تحتوي على بعض المواد اللي تقلل من الهستامين في الجسم وتحاول ان تخلي الشخص ما يكح وايد، لكن في الواقع ان كل الدراسات اثبتت انها ما لها جدوى. العلاجات الكحة ممكن تكون عن طريق البخاخات، أو عن طريق راح نتكلم يمكن عنهم بعد شوي، البخاخات أو البخاخات هذه اللي تساعد الجسم في توسيع الشعب الهوائية، هذه ممتازة، لكن شافت الدراسات أن العسل والليمون ممتازين جدا وهم أفضل من أدوية الكحة بشكل كبير. سبحان الله. ودواء الكحة
هاي رسالة كذلك للمشاهدين. دواء الكحة لا ينصح به للأطفال تحت عمر 6 سنوات، دواء الكحة الشراب، وممنوع للأطفال تحت عمر 2، لأنها قد يسبب كثير من التشنجات للأطفال، وبالتالي لا ننصح به، بل تحت 2 ممنوع. نعم دكتور، نتكلم عن الأعراض التي تستدعي التدخل الفوري بالنسبة للأشخاص اللي يعانون من الحساسية الصدرية، يمكن أنهم كذلك يشعرون بضيق في التنفس، صحيح؟ نعم، يعني كذلك هذا السؤال صراحة مهم، لأن أعراض الحساسية الصدرية مرات الإنسان يحس نفسه تحت التحكم، هو منضبط وتمام ما عنده مشكلة، لكن مشكلة أن مرات تيلة نوبة من الحساسية الصدرية تكون غير متوقعة، وهذا يؤدي إلى تسارع في ضيق النفس، ولا قدر الله حتى قد يؤدي إلى مضاعفات كبيرة، وقد يؤدي إلى وفاة حتى. فنحن نقول الشخص لازم يكون عنده خطة عمل، للشخص اللي عنده حساسية صدرية عنده خطة علاجية متكاملة مع الطبيب المعالج. إذا في حالة الإصابة بنوبة شديدة من الحساسية الصدرية لازم الشخص تودون المستشفى وتتصلون على الإسعاف، وإذا عندكم بخاخ اللي فيه سالبيوتامول أو الفنتولين ياخذه على طول عشان يوسع الشعب الهوائية، لكن اتصال بالإسعاف ضروري. مشكلة بعض الأشخاص شو يستوي له؟ عنده حساسية صدرية ويشوف نفسه أنه قاعد يسوء، يقول لا بعدني أتحمل بعدني أتحمل، لا أنت بعدك تتحمل، الحين أطلب المساعدة، لأنه يمكن يزيد عليك وما تقدر تطلب المساعدة في حينها، تصاب باختناق وحساسية شديدة، وممكن ما تقدر تطلب المساعدة في حينها. فنحن نقول اللي تيلة نوبة من الكحة الشديدة أو الاختناق أو الصفير الشديد، اذهب واطلب المساعدة وخذ البخاخ اللي معك. في هذه الأثناء ويوم أنه يستدعي استشارة الطبيب أو يروح مثلا للطوارئ، في هذه الفترة في هذه الأثناء كيف يحمي نفسه؟ هل الأماكن المغلقة ممكن أن تؤثر كذلك، يعني يروح لمكان مفتوح مثلا دكتور؟ لا ما يفرق بين الأماكن المغلقة والمفتوح، لكن لازم يكون عند البخاخ اللي يوسع الشعب الهوائي اللي هو الفنتولين، يأخذ اللي توسعة الشعب الهوائية ويطلب المساعدة، يأخذه على طول كل 10 دقائق يتم يأخذه ويطلب المساعدة بسرعة ويأخذ إلى المستشفى. ونحن نقول لجميع الناس اللي عندهم ربو أو حساسية صدرية لازم تكون عندك خطة علاجية، يعني الطبيب يقول لك أنت تأخذ البخاخ الفلاني، في حالة زاد عليك زيد الجرعة، زاد عليك خذ بخاخ ثاني، يعني لازم تكون عندك خطة علاجية للتعامل مع حساسية الصدر وزيادته وشدته والنوبات ماله. فهذا مهم جدا، لا تأخذ بس العلاج وتسير. جميل دكتور، متى تحدث النوبة؟ النوبة تحدث مرات بدون سبب، مرات يكون ما في أي سبب معين، ومرات لا، في الأغلب يكون مؤثرات، مرات الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية، زكام، كحة، فيروس سيانة كذي، فيزيد عند النوبة. ولذلك نحن دائما ننصح الناس اللي عندهم حساسية صدرية أو ربو أنهم يأخذون اللقاحات الموسمية كوفيد-19 والإنفلونزا والمكورات الرئوية، لأن تتجنب الالتهابات هذه عشان ما تصير عندك نوبات، هذا شيء مهم. كذلك أنت يوم تروح في مكان مرات أنت ما متعود عليه، مثلا رحت فوق مثلا جو حلو، رحت فوق الجبل تبغى تشوي، فهذا الدخان أنت ما متعود عليه ونتيجة اختلاف الضغط فوق ونسبة الأكسجين، فممكن أنت تيلك نوبة مثلا مفاجئة. فإذا أنت ناوي تسوي هالرحلات شل معاك البخاخ المساعد وخذ معاك الأدوية اللي مساعد، هاي نتكلم عن خطة علاجية، يعني بتصير مكان معين شل أدويتك معاك عشان تحمي نفسك من هالأمور. إذا أنت رايح مثلا رحلة مدرسية لمصنع نسيج أو رايح رحلة مدرسية لمكان معين في نسبة غبار أكثر، لا تشيل مثلا معاك الأشياء المعينة، تخبر الإنسان المسؤول اللي هناك في الرحلة المدرسية، الأستاذ المسؤول أو غيره، أن أنت عندك حساسية صدرية، فهم حتى يعرفون كيف يتعاملون معاك ويكون دائما الشخص المناسب موجود عشان يساعدك. نعم دكتور، أنا بأسلط الضوء على فئة مهمة، فئة الأطفال، متى تحدث الحساسية الصدرية عند الأطفال وكيف تحدث وكيف نتعامل كذلك مع الحساسية عند الأطفال؟ والله موضوع الأطفال موضوع مهم، لأن الأطفال بشكل عام يعتمد على العمر، الأطفال الوايد صغار ما يعرفون مساكين أنهم مو قادرين يتنفسون بشكل جيد، فهذا يعتمد بشكل كبير على الأب والأم، وأرجع وأقول الأب والأم مو بس الأم، لازم الاثنينهم يحطون بالهم. الطفل يوم يكون في عمر أصغر مرات هو يكون كحته زايدة، مرات هو يكون في صوت في صفير في 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 الصدر، يكون هو مو قادر يتنفس بشكل جيد، بعض الأطفال دائما يكون حلجه مبطن، يكون الفم ماله مفتوح لأنه هو قاعد يتنفس من الفم يحاول يحصل أكسجين ويحصل هو، فهاي علامات لازم تشير أنه هو عنده مشكلة في الجهاز التنفسي، مرات تكون عنده لحمية، مرات يكون عنده حساسية صدر، بس لازم الأب والأم يودونه للطبيب المعالج. في أغلاط تصير هني مع العلاج مع الأطفال، الشيء الأول بعض الآباء والأمات يقولون هذا عادي، أخوه كان كذي، ولد عمه كان كذي، لا ما في شيء اسمه عادي، أنت بما أن عندك الطفل عنده ضيق في النفس أو كحة بزيادة وده للطبيب وكشف عليه، لأن اللي صار عند ولد عمه مو بشرط يكون عنده هو نفس الشيء، هذا الخطأ الأول. طلب العلاج مهم. الخطأ الثاني يعطونا دواء الكحة، ونحن نرجع ونقول أدوية الكحة
لا ننصح فيها للأطفال تحت عمر 6 سنوات، وممنوع للأطفال تحت عمر 2 سنين. فلا تعطي دواء كحك إذا ولدك عمره سنة ونص تقول صدره حساس، في حساسية صدر، لا تعطي دواء كحة، لأن ضرر دواء الكحة على هالفئة العمرية كبير جدا ويؤدي إلى تشنجات. نعم، كأطباء دكتور عادل كيف يتم تشخيص الحساسية الصدرية؟ طبعا يتم التشخيص بشكل عام عن طريق التاريخ المرضي، نقعد مع المريض سواء مثلا الأطفال الأب والأم أو البالغين، نقعد معه ناخذ التاريخ المرضي، كم مرة لك النوبة، شو المشكلة أصلا، هل هي كحة، هل هو عطاس، هل هو ضيق في الصدر، هل هو صفير، فيتم أخذ التاريخ المرضي بشكل مفصل. إذا هي نوبة واحدة مثلا، لا مرات مثلا أنت دخلت في نص دخان أو مثلا رحت مكان معين، فنوبة واحدة ما تشير إلى وجود حساسية مزمنة للجهاز التنفسي وللصدر، فهي ما تعتبر حساسية صدرية. لكن لا، هي متكررة وتصير في فترات معينة، فصل الشتاء، فصل الصيف، موسمية مثلا ومتكررة وقاعدة تزيد، هني يتم التشخيص أكثر. ثاني شيء نسمع الصدر عن طريق الفحص الطبي، الكشف الإكلينيكي، نشوف أن الصدر فيه صفير مثلا وفيه أزيز معين، فيتم التشخيص. في بعدين بعض الأمور نخلي المريض ينفخ فيها ونشوف معدل النفس ماله، الزفير ماله كثر، هل هو طبيعي ولا أقل من اللازم، فيدل على أنه هو عنده حساسية صدرية. وهني يتم التشخيص، والعلاج يتم عن طريق وضع خطة علاجية وليس بخاخ، خطة علاجية ممكن تزيد وممكن تنقص حسب الأعراض وما يمر فيه المريض. المريض اللي تيله نوبة واحدة في الأسبوع يختلف عن المريض اللي تيله نوبة كل يوم، العلاج يختلف، الأدوية اللي فيها بخاخات، هاي كذلك رسالة للمشاهدين، الأدوية اللي فيها بخاخات بعضها قد يحتوي على كورتيزون، بعض الناس تخاف، لا نقول لهم كورتيزون البخاخ آمن، ليس له أعراض جانبية، ومن المهم جدا أنك بعد ما تأخذ البخاخ أنك تتمضمض. نعم، وكم المدة اللي ممكن أن يأخذ فيها البخاخ، يستمر لفترة طويلة دكتور؟ يعتمد هنا على الأعراض، إذا الحساسية اللي في عنده الحساسية اللي عنده مثلا مؤقتة وفترة بسيطة وخفيفة ممكن يأخذها لشهر شهرين وتخف عند الأعراض، وهو شوي شوي بعد يعرف نفسه ونبدأ نوقف ويمارس حياته بشكل طبيعي. لكن نقول له في الموسم الشتاء الجاي أو اللي صارت لك نوبة خلي البخاخ معك، يعني يعتمد على كل شخص وعلى الآخر، يعتمد على المؤثرات. أنا أقول حق بعض الناس اللي عندها مثلا اللي بيتها مثلا في منطقة كلها غبار، اشتري جهاز منقي جو وخلي عندك في البيت. جميل. في ناس مثلا يقول لك دكتور لا أنا البيت عندي ما في أي مشكلة، لكن عيالي كلهم يكحون وعندهم حساسية، لأنك أنت تيجي من برا، أنت تيجي من العمل، فثيابك كلها فيها مؤثرات وغبار وهاي الأمور، فهذا كذلك يحتاج أنك تنظف ثيابك زين وكذا. السرة أو الشباري اللي نحن نسميه هنا الشبرية أو السرير فيها بعض الحشرات الصغيرة اللي ما تنشاف، العثة أو غيرها، فهذه كذلك تحتاج أنها تنغسل بشكل جيد وتتعرض لأشعة الشمس بشكل جيد عشان تروح منها الحشرات، لأنها أيضا من اللي يزيد علينا نوبات الحساسية. نعم، نصيحة أخيرة دكتور أو كلمة حابة توجهها لكل من يتابعنا في هذه اللحظات. أنا أقول نصيحتي لا تخافون من مفهوم الربو اللي يقول لكم حساسية صدر مزمنة يعني ربو، فلا تخافون من المسمى، أهم شيء وضع الخطة العلاجية. والنصيحة الثانية المهمة لا تعطون اليهال دواء كحة. نعم، يعطيك الصحة والعافية دكتور عادل، في الحقيقة شاكري لك تواجدك الدائم معنا في استديو صباح الشارقة. شكرا لك، حياك الله. إذا مشاهدينا كل الشكر والتقدير للدكتور عادل سعيد سجواني اختصاصي طب الأسرة على هذا الحضور وهذه المعلومات القيمة والمفيدة.